السلام عليكم، أنا شيف بوراك. أهنا افتح أكبر مطعم البوراك جديد بالإيجيب. الشيف بوراك من اسطنبول للقاهرة، افتتح أول مطعم لي في مصر قريبا، وأخيرا المصريين هياكلوا من إيد الشيف بوراك. تعالوا نعرف الحكاية. الشيف التركي الشهير بوراك أعلن عن افتتاح أول مطعم لي في مصر ضمن سلسلة مطاعمه اللي هيفتحها في أماكن مختلفة حول العالم. بوراك نشر فيديو على حسابه الرسمي على إنستجرام أعلن فيه عن فرع جديد لمطعمه في القاهرة، وظهر في الفيديو هو واقف قدام مطعمه الجديد في إحدى الفنادق المعروفة بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، ووضح ان الافتتاح هيكون في نوفمبر الجاي. بوراك قال في الفيديو: السلام عليكم، مرحبا، انا الشيف بوراك. احنا بنفتتح اكبر مطعم لبوراك جديد في مصر في القاهرة الجديدة التجمع الخامس، مستنيينكم واهلا وسهلا بيكم في نوفمبر القادم، وهنستناكم ان شاء الله، انا بحب مصر كتير. وعلق وقال: من قلب اسطنبول للقاهرة. مين متحمس يجرب الاكل من ايد الشيف بوراك في مصر؟